أوكي سعيد أستاذة، أهلا يسعد وسهلا صباحك، بك. يسعد صباحك بكل خير، ونحييك في كل مرة على المواضيع اللي تثيرها يعني الهامة اللي تهم جميع الأطفال، خاصة الأمهات اللي راهي تربي في أولادها، الأمهات نقول لهم حديثي صحيح الأمومة. الأمومة، نعم صحيح. إذا أكيد نطرقوا لتفاصيل هذا الموضوع، لكن قبل ذلك نفتح المجال لكل المتابعات والمتابعين، الآباء وحتى الأمهات لما يتابعوا فينا اللي عندهم أطفال وربما ما يعرفوش يربطوا علاقات سليمة مع المحيط تاعهم، عندهم مشاكل ربما في علاقاتهم الاجتماعية كبار ولا صغار، ما عليهم غير يتصلوا بنا ويطرحوا الانشغال تاعهم على الأستاذة الحاضرة معنا. وحقيقة الأسئلة راهي وجيهة جدا هذه الأيام، وتفتح لنا ربما تتيح لنا الفرصة للحديث عن نقاط ربما احنا نسيناها في الأستوديو. إذا أستاذة، بداية الطفل وقتاش يبدأ يبني علاقاته الاجتماعية مع أفراد العائلة، والأكيد أنه المحظوظة الأولى هي الأم. نعم هي احنا في اذا راعينا مراحل النمو تاع الطفل هي تكون في 3 سنوات، 3 سنوات يبدا النمو الاجتماعي نسموه، لانه كما قلنا ما قبل 3 سنوات كان في النمو النفسي، يعني يكون الاشباع العاطفي، ثم بعد 3 سنوات يمر للعلاقات، يربط العلاقات مع المحيط تاعو ومع الافراد اللي تكون معاه، سواء كان في العائله او كان في مراكز الطفوله ولا يكون في روضات ولا في اي، حتى لو كان يخرجوا يعني في جماعه الرفاق اللي يكون في الجوار تاعو، فيحتاج اذا بعض المهارات حتى يتواصل مع الاخرين في 3 سنوات. اذا كان احنا كنا عززنا الثقة بالنفس، أول حاجة اللي يبداها الإنسان أنه يعزز الثقة بالنفس، يكون عنده ثقة كاملة في كامل قدراته، أنه عنده مهارات التواصل، عنده يؤمن بقدراته، يؤمن باللي هو إنسان مرغوب فيه، هو إنسان يعني كائن بذاته، فهناك ما يكونش راح عنده صعوبات في التواصل فيما بعد مع الآخرين. أكيد. إذا الآباء والأمهات لما يتابعوا فينا يعني نعم. الأولياء يبدأوا يعزوا من الثقة بالنفس في الطفل تاعهم، هل طبيعة العلاقات اللي حيربطها الطفل مع المحيط تاعو تعتمد على تعامل الأولياء تاعو معاه خلال المراحل الأولى أكيد. من حياته؟ راح يعكس الصورة اللي يتعامل بها هو أصلا إذا كانت يتعاملوا معها بطريقة إيجابية، دايما يكون محل الاهتمام أول شيء، وثاني شيء يكون ما يكونش انتقادات متتالية. إذا كان الطفل دمرنا له شخصيته بالانتقادات، أي شيء يديره ننتقدوه، أي شيء يقولوا أنت ما تديرش هذه، أنت ما تعرفش تدير هذه، أنت هبلتني وأنت كذا، فهذه الأشياء اللي مدمرة للعلاقات. إحنا عندنا واحد 5 أشياء مدمرة للعلاقات، هي السب، الصراخ، الشتم، يعني هذه الأشياء هي راح تدمر شخصية الطفل حتى ما يعرفش يربط العلاقة مع الآخرين. نعم للأسف. إذا اتصل بنا خيرة وتتفاعل معنا مع بداية هذا النقاش. مرحبا، نستقبل المكالمة تاعها أستاذة. صباح الخير. صباح النور. عندك سؤال في الموضوع؟ مرحبا بك معنا. عندي وليدي مدام 12 سنة. نعم ارفعي فقط صوتك باش نسمعك مليح. عندي وليدي 12 سنة. نعم. عنده لما يخرج مدام برا يعني علاقته جد طيبة في البيت. ولما يخرج برا يعني في المدرسة ولا في الشارع يعني يتضارب، يعني ما يحبش يعني يسمح من حقه. يتضارب يسمح ولا ما يسمحش من حقه؟ لا لا ما يسمحش من حقه. نعم يتضارب يعني بطريقة بالجسد يعني ولا بالكلمات فقط؟ شجار يكون بالتعنيف يكون لفظي ولا جسدي؟ لا لا اللفظ ما دام اللفظ الكلمات يعني. ايه باللفظ. نعم. وفي الحوار في البيت كاين ضغوطات في البيت كاين؟ هو ما دام عنده السبب انهم باباهم تركهم عندهم 5 سنوات، يعني تركهم سافر للخارج وما يسالش عليهم، يعني هذا التراكم تاع الاحتياجات تاع باباهم هي اللي تخليه يتصرف تصرف برا مش مليح. شكرا على هذا الشهاده الصباحيه، وشكرا على التساؤل تاعك، الاكيد راح نجاوب عليه على المباشر. نتمنى لك بدايه يوم موفقه، ربي يوفقك ان شاء الله. اول شيء لازم يكون الاحتواء،
الأطفال هو على مشارف المراهقة. مراهقة نعم. نعم هذا نقطة الانعطاف، يعني قبل احنا نسموها المراهقة المبكرة، يعني هو يكون عنده هذه لازم الاحتواء، الأم تحتويه حتى لو كان يكون ضغوطات، تعلمه يعبر عن المشاعر تاعه. ويعبر عن المشاعر تاعه منه اكثر، تقترب وتعلمه كيف يعبر على الحالات الشعوريه اللي راه فيها. هو مجرد انعكاس، واش هي السلوكيات، هي مجرد انعكاس على حاله شعوريه. اذا كان يحس بالاستياء، فهو اذا كان يتلفظ بالفاظ مشينه او الفاظ غير بذيئه او الفاظ غير مقبوله غير لائقه، فلان احنا ما علمناش كيف يتعامل مع هذه الوضعيات، حتى تلحق به الدرجه انه الام ممكن تقول له بلي انا ثاني نكون نتقلق في هذه المواضيع، ولكن ما نتصرفش بهذه الطريقه، لانه راح نكون في نفس الوضع اللي يكون فيه، كما احنا نقولوا ما نديرش عليه، لانه راح تكون بنفس، اذا كان هو واحد استفزه ولا تعرض الى تنمر مثلا، اذا هذا اللي راه يصرى في المدارس، في المدارس خاصه في المتوسطات، فهما يحبوا يكبروا وممتهم هما مازالوا اطفال، هما مازالوا اطفال، وبالتالي راحين ما يعرفوش، لا يحسنون اداره مشاعرهم. اكيد حبيت نركز على نقطه استاذه ربما لفتت المتصله انتباهي لها، ضبط المصطلحات مهم جدا، انه العائلات تضبط المصطلحات. أكيد. قالت وليدي ما يسمحش في حقه، لكن هل يجب على الام انها تقول له ماشي اي واحد ربما دنا لك، لازم تعيط عليه وتسبه وتشتمه، يعني ما يسمحش في حقه؟ انا نفرقوا بين ما يسمحش في حقه، بنفرقوا بين ما يسمحش في حقه، نعم. ونفرقوا بين انه يتعامل بطريقه مهذبه. نعم. فهذا هذا 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 هذه هي اداره المشاعر، هذه هي اداره المشاعر. انا اذا حسيت بالاستياء ممكن نوجه لك الفاظ غليظه، يعني ما فظه، يعني ماهيش لينه، وممكن جدا اني نعاقبك بطريقه ايجابيه، ممكن ما نتكلمش عليك، ما نتكلمش حتى معك وانا عاقبتك. صحيح. اذا ربما في المحيط المدرسي طفل في سن 10 سنوات ولا 12 سنه ما يسمحش في حقه، الطريقه الاصح انه يرفع المشكل للاستاذ في القسم، اليس كذلك؟ نرجعوا دائما للاكبر. أكيد. نرجع للام، نرجع باسكو الكبار هما اللي لازم يحتويوا الوضعيات الحرجه هذه، باسكو الانسان هو اللي علمناه، اذا علمناه انه يتعامل مع جميع الوضعيات، يكون سوبل، يكون انسان مرن ويتعامل بمرونه، يتعامل بمرونه، انه ماشي بالضبط ليس الشديد بالسرعه، ولكن الشديد من يملك نفسه عند الغضب. الانسان ما لازمش يتهور، ما يكونش متهور، ما يكونش هكذا اندفاعي ويتلفظ مباشره هذيك الاشياء اللي نعلموه وندربوه عليها، ندربوه عليها، نقولوا له احنا ثاني نتعرضوا الى اساءات، ولكن نتغاضوا على هذه الاشياء، ليس ضعفا منا، ليس ضعفا، ولكن ماشي معناتها ما راك سمحت في حقك، ماشي معناتها انه انت ضعيف، لانك انت ما حبيتش انك تنزل الى المستوى المتدني تاع الشخص اللي كان يخاطبك. انت لازم تعكس انك انت انسان مهذب، انسان تربيت بتربيه راقيه، وبالتالي ما تسمحش لنفسك انك تتلفظ الكلمات هذه، ما تسمحش لنفسك انك تستعمل العنف الجسدي، وبالتالي نعزز له انه هو نحسه بالاعتزاز، نحسه باللي هو ليس ما تنازلش لانه خايف منه ولا لانه ما يقدرش عليه. أكيد. ولكن لانه هو ماهوش الصنف لهذاك اللي يقدر يتعامل معاه بالطريقه هذيك. اكيد ان شاء الله تكوني جاوبتي على سؤال تاع المتصله وتكون استفادت من هذا الاستشاره. اذا استاذه نعاود نقولوا للاطفال في سن 3 سنوات كيفاش ربما نرافقوا الاطفال تاعنا باش علاقتهم تكون سليمه، باش ما يكونوش متعلقين اكثر من اللزوم ربما باشخاص اخرين، يكونوا اتكاليين ايضا على بعض الاشخاص، اليس كذلك؟ نعم، هنا تلحق مرحله الانفصال. الانفصال هذا لانه في قبل 3 سنوات يكون واحد الاتصال يعني دقيق مع الام، مع الام والاشخاص، يعني الاسره البسيطه تاعو، الاب الام يعني الجد او الجده، يعني يكون الطفل يحس بالامان غير في هذيك البيئه،
فقط يحس بالامان في البيئه لانه سيت ان انفون اسيستي، يعني هو يكون طفل مرافق في كل خطوات في كل الوضعيات، في كل الوضعيات. اذا كان ياكل فهو مرافق، اذا كان يقضي حاجته فهو مرافق، في النوم مرافق، حتى في الالعاب راه مرافق، واحد راه يلعب معاه. ولكن لما يخرج للعالم الاخر اللي فيه الاطفال وفيه الاقران تاعه وفيه شتى تربيات، كل طفل جاء من بيئه معينه وبالتالي عندنا اختلاف التربية، عندنا اختلاف. احنا اول حاجة قلتها لك هو انه نعزز الثقة في النفس في هذاك الطفل، لانه هو عنده قدرات ويؤمن بها، باللي عنده قدرات ومتمكن من قدراته، ما يقدرش يمانيبيوليه حتى واحد اخر، ما يقدرش يكون يتحكم فيه. هذا هو الطفل القائد، يكون عنده هو روح للروح انه يقدر يسير جماعه، يقدر نعلموه المسؤوليه، انه عنده اشياء اللي تكون هو يعتمد عليها ويعتمد على نفسه ويتعاون فيها مع الاخرين. فهنا احنا يدخل الدور تاع اللي اذا كانت مؤسسه تربويه او كانت مركز طفوله، هناك يديروا لهم الالعاب الجماعيه، يديروا لهم واحده النشاطات اللي تكون ترافق الطفل في النشاطات حتى يعززوا هذيك التواصل معهم. أكيد نقطة مهمة جدا، لكن نعود نقول لها أستاذة مناصر بعد هذه المكالمة الهاتفية. جميل. صباح الخير. صباح الخير أستاذة. صباح الخير، مرحبا بك معنا، عرفنا بنفسك وطرحي سؤال تاعك على الأستاذة. رأي في الاستماع. أم هبة الرحمن. هبة مرحبا بك أستاذة. بغيت نهضر مع الأستاذة ونقولها بلي عندي طفلة صغيرة متكفلة بها من دي زافون ادوبتي تبارك الله، وعندها دركا 10 سنين عفوا عندها 10 سنين دركا. الطفلة نتاعي بنتي هذه ما شاء الله لا في التربية، مانيش نشكر فيها، ما شاء الله لا في القراية ولا في التربية ولا في الدين. عندها دركا 10 سنين، راني انا وياها الفجر الوغ نيشان يجي وقتها نوضو الحمد لله في الدين في التربية في كل شيء، إلا حاجة واحدة عندها إفراط في الهضرة في الكلام، تتكلم تحكي بزاف، هي ديزون ماشي تحكي اي حاجه هكا، تتعمق في السؤال اللي طرحه الاستاذ نتاعها ولا الاستاذه المعلمه نتاعها في هضرها في الابتدائي. هذه وحده كي تقول يسقسوها على شي حاجه يتغيص فيها، تروح تزيد تكمل توسع، يقول لها المعلم يا بنتي رانا نقول لك اعطينا غير حد السؤال. هذه وحده كثيرة الحركة، بون كي حطيتيها هنا تلقيها راحت ليها، حطيها منا تلقي، نقول لها يا بنتي نقصي من الجريان تاعك، نقصي من الحركات تاعك، مع العلم ما تخرج، ما عندهاش ذاك اللعب اللي تخرج برا، ما والو، تروح للمسجد تقرا تحفظ القران دوكا راها في 7 أحزاب ولا 8 في الجامع وتعاود تولي. حاجه واحده اللي كنت تنصحيني بها استاذه انها تنقص، كيفاش ندير معها بلي باش تنقص من الهضره. هل عندها صدقات؟ أنا مانيش فهمت المشكلة، يعني أنا فهمت المشكلة. هل عندها صدقات أخرى؟ يعني هل عندها صدقات أخرى من غير المدرسة؟ عندها أصحابتها. يعني؟ نعم؟ عندها أصحابتها في المدرسة. خارج المدرسة. نعم؟ خارج المدرسة، يعني في أصحابتها. عندها في المدرسة. عندها في المدرسة جيرانهم. احنا ما عندهاش كيما نقول لك صحاباتها اللي تروح تلعب معاهم، تجري معاهم، هي بروحها ما تبغيش. وين راح تخرج الطاقة؟ نعم، يلا قاعدي معنا، إن شاء الله تتربى في عزك، يا ربي إن شاء الله تفرحي بها. يلا قاعدي معنا. بارك الله فيكم. تعيشي. ما سمعتكش أستاذة. يلا طرطارة تطرح الكثير من الأسئلة. هذه عادي جدا تحا. عادي جدا، هي ما عندها طفلة، يعني لا ما عندهاش فرصة أخرى، أنه احنا في الغالب أنه لكل يعني المكبوت يعني تخرجوا مع الأصدقاء تاعها، تخرجوا مع أصحابتها. إذا كان هي عندها فقط في المدرسة ما عندهاش وين تدير استفراغ، ما عندهاش وين تخرج. هذا الإنسان يحتاج إلى تحاور، هو أول حاجة نتعلمها فنية التحاور، لازم الاستماع ثم تجاوب في الاخر. هذه مهاره تكتسب بالممارسه، مهاره تكتسب بالممارسه، مش مشكل كبير، يعني مش مشكل كبير. اذا هي تحتاج انه تتعلم بعض المهارات في التواصل فقط، انه لازم تستمع الى الكلام، ثم اذا كانت جاوبت تجاوب باختصار،
ولكن إذا كانت الأم تحاورها مثلا في البيت وتتكلم على كل الأشياء تتكلم، ولكن مجرد أنك تقول لها ما تكثريش الهضرة ونقصي من 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 الثرثرة هذه ونقصي من من الإفراط الحركي، هي كل ممنوع مرغوب، يعني كل شيء كده راح تثير الاهتمام. ممكن هذه نوع من إثارة الاهتمام، ممكن جدا أنه هذه باش تثير الاهتمام في القسم، باش تثير الاهتمام مع الـ مع الـ الآخرين فتتكلم. بصح أستاذة إذا هي أيضا قالت لك أنها ما تخرجهاش بزاف، يعني ما تخرجهاش وما عندهاش صحاباتها، يعني في الجامعة ما راحش تلعب راح تحفظ، هي راهي دائما في النمو الأكاديمي النمو المعرفي فقط، ولكن ما راحش تكتسب نضج اجتماعي. النضج الاجتماعي يكتسب بالاحتكاك مع المحيط تاعو سواء كان الرفاق سواء كان للأطفال اللي يعني العائلة اللي معها، يعني العائلة اللي معها فقط توسع دائرة الرفاق، قد توسع دائرة الرفاق تخليها عندها جارتها، ممكن واحدين من العائلة، خالتها، بنات خالتها، بنات عمها، بنات أي حاجة يعني من هذا القبيل، خليها ولا تعطيها فرصة أنه تتعلم تكتب مثلا، تكتب القصص، هذا تخرج هذاك صحيح. يلا نستقبلوا اخر مكالمه هاتفيه باش هكذا حتى حنا يتسنى لنا الوقت لكي نواصل تفاصيل هذا الموضوع. صباح الخير. صباح الخير. صباح الخير، مرحبا بك معنا، عرفينا بنفسك من وينك تعيطي لنا وشنو هو السؤال تاعك؟ انا ام اياد من قسنطينه. صباح الخير وتحيه حاره لناس قسنطينه مضيافين ومرحبا. يعيشك عزيز، يعيشك حبيبتي. تفضلي. حبيت باك نسقسي يا الاستاذه، عندي وليدي قاعد سنه رابعه. ودوكا جابوا النتائج هكا وشويه هكا نقولوا خاوتو واخوات اختو وخوه الله يبارك جابوا على كيف وش هي هو هكا زعما شغل. ودوكا راح يعجبني امتحان في الماده الخاليوم، بصح هو شغل لي غير كي شافهم الله يبارك الطفله في الشيام جابت هكا معليهاش مليحه، وخوه الله يبارك جاب 10 9 منا هو هكا باش ينعت روحو ولي زعما شغل عنيف، يولي زعما هكا يتغشش وهكا زعما شغل يغضب ويولي زعما هكا هكا نحسو ويولي زعما ينحي الكل راس الخوخ ويولي زعما شو هكا نحسو اغريسيف معايا. هكا نقولو وليديك انت كيف حال وانت تعرف تقرا وانت كيف حادق، بصح هو هكا زعما في الدقيقة هذه كيفهمني، بصح من بعدها يزيد يغضب بعدا ويزيد شغل يتغشش. الترتيب تاعو في العائله كيف؟ واش هو الاول؟ هو الاول في العائله، هو عنده اختو واخوه قبله باسكو انا عندي 4 اولاد طفله كبيره واخوه هو الثاني، هو الثاني واخوه تحته والوسطاني. الوسطاني هذا المشكله كاع تاع الوسطانيين. يلا قادم انا راح انا نعم راح تسمعي الاجابات على المختصه معنا. ربي يعيشك ويعطيكم الصحة، الله يحفظك ويحفظك يحكمتكم وصباحكم بالخير وان شاء الله تربحوا ويعطيكم الصحة. تعيشي، ربي يطول في عمرك ويحفظ لك وليداتك ان شاء الله يتربوا في راسك وتفرحي بهم. يبارك فيكم ويعطيكم الصحة وان شاء الله ديما تعطيونا هكا نصائح سورتو على الاولاد الوسطانيين، حنا ما يهموناش النتائج، يهمونا تسمى كيفاش نتعاملوا معاهم وكيفاش نربيهم برك. صحيح اكيد، شكرا لك، يلا بداية اسبوع موفقة. تعيشي. إذا هذا مشكلة تاع الطفل الوسطاني، يعني دائما عندنا غالبا احنا في الاولين نعطوهم اهتمام يكونوا هما الاولين ويكون الفرحة تاعنا الاولين والاخير الكر واخر العنقود دائما الوسطاني والمازوزي، والوسطاني دائما عندنا اضطرابات، دائما يجي الطفل شوية عنده اختلال في التوازن لانه ما نعتبروه لا كبير، الكبير دائما نحملوه مسؤوليه وخلاص يعني راهو كبير وكذا، والصغير دائما مازال صغير لانه، ولكن الوسطاني دائما يروح في مهب الريح، واحد نكبروا به واحد نفشوه والوسطاني يروح في مهب الريح. هذاك هو هذاك هو، فالطفل هنا يدير اي حاجه حتى يثير الاهتمام، اي حاجه يكون فيحتاج الى احتواء هو ثاني. وانا دائما نقول ناكد على الاولياء ما ديروش مقارنه، ما ديروش مقارنه لا بينه لا بين خاوته، ما كاش هذاك جاب نتائج مليحه وهذاك جاب نتائج مليحه، ما كاش هذاك ما تقارني لا به لا بالاخرين، يتقارنيه بنفسه، انت كنت تخدم مليح والان ماذا بيا تكون كيما كنت، كيما انت، قارنوه بنفسه فقط حتى يخلق التحفيز لنفسه.
ما تقارنيش بالاخرين لانه تحطيم من الاخرين. هي قالت انا خطفت من عندها انه الاخرين جابوا نتائج وكذا، وهو فهذا مجرد انك تقارنيه بوحده اخرين، فاكيد راح تخلقي غيره ولا راح تخلقي يعني تحطيم لهذا الطفل في 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 نفسيته في شخصيته. فوبالتالي لازم له دائما تقدير للذات، تقدير لنفسه، نقدروا المجهود تاعو مهما كان، حتى لو كان قليل وكان صغير وحاجه ماشي انت تقدر تجيب، انت انا متاكله عليك وانت يعني ممكن تكون تتادي احسن، والان راك نقصت في المردوديه، ولكن على بالي باللي راح تستدرك هذه الاشياء. بالتالي نعزز له الثقة بالنفس ويحس باللي هو إنسان عنده قدرات، وبالتالي يحس بهذيك تقدير النفس. هذا هو الشيء اللي يخليه ينطلق، هذا هو الشيء اللي يخليه ينطلق. أكيد. قبل ما يخلص الوقت أستاذة، نقطة مهمة جدا، بالك نشوف الأطفال في سن 3 سنوات 4 سنوات 5 سنوات ربما تربطهم علاقات غير سالمة مع الآخرين، يتعلقوا بطريقة كبيرة بالك بجارو بخوه الكبير، كيفاش نخلي الطفل تاعي تكون عنده علاقة سليمة مع الآخرين، ما حتى كيكبر نشوفوه أنه عنده علاقته ماشي سليمة مع الآخرين، واللي غير إذا صاحبه هدر مع واحد آخر، إذا صاحبه رحمة يدخل في حالة مرضية. هنا يفتقد الطفل في هذه الحالة، فهمت يعني التعلق هذاك المفرط، تعلق ويعني المشروط يعني يولي مانيبوليه، يولي هو يتحكم فيه. هذا الطفل هنا يحتاج إلى مرافقة، يحتاج إلى مرافقة ويحتاج إلى قدوة، يحتاج إلى قدوة، لأنه هنا الطفل يسيروتروف با يعني عنده ما عندوش مرجع. إذا كان عنده دائما مرجع، دائما الطفل يحتاج إلى قدوة كاش كيفاه، لازم عنده شخصية هكذا يقدسها. إذا كانت في الأول الأم والأب، ومن بعد في بعض الأحيان يروح يخرج حتى للمعلمة، أو إذا كان في الطفل فهذا خطر، هذا خطر. إذا كان الطفل يتحكم في واحد آخر فهذا شوية هنا، لأن الطفل هنا راهي الثقة في النفس ماهيش تمام، معززة كما يجب، ماهيش تمام. هنا نعزز له بلي هو عنده قدرات وما يتحكم فيه حتى واحد، عنده يمشي فقط، نعلمه الصغير يمشي مع النظام العام. عندنا احنا نفرضوا نظام في البيت، نفرضوا نظام في المدرسة، نفرضوا نظام، احنا نرجعوا للنظام، لانه عندي قواعد واسس وفق الاسس. حتى لو كان مثلا احنا في بعض الاحيان نتلقاو مشاكل مع مثلا يروح عند الجده وهي تفرض عليه واحد الاشياء، احنا باش نعززوا بركه الجدات يعني الكبار، نقولوا له معليش احنا هذه الاشياء نديروها هنا، ولكن استثناء معليش الجده ديرها لك فقط. هذه باش يعرف بلي كاين نظام، يعرف بلي كاين نظام يحكمه، كاين قانون. مثلا في البيت مثلا انا ما نعطيكش تاكل هذا الشيء، ولكن لما عطاته لك جدك معليش، استثناء عن جدك، استثناء في المدرسه. لكن كيكونوا استثناءات بزاف ما كاش بزاف، ما كاش بزاف، عندك قانون ثابت، قانون ثابت هذا هو. اذا باش تروح تاكل حتى تاذن لك المعلمه، اذا باش حتى نقول لك انا اروح تاكل، ولا جدتك مثلا الكبير يعني نعلموه انه الكبار هم فقط اصحاب القرار، اصحاب القرار والقدوه اللي نرجعوا لها. لكن الاقران تاعو لا ما لازمش حتى هو نفهموا باللي الطفل هذاك هو ثاني، حتى تقول له انيسه روح دير هذيك الحاجه، ما نتبعش هذاك، نتبع اللي عطالو القرار لهذاك. فدائما لانه احنا واش باش نغرسوا القيم وباش نخرجوا طفل سوي، واش عندنا مرحله الغرس، لما نغرس القيمه هذيك، والغير القيمه هي كيفاش وصلت له هذيك المعلومه، نوصل له انه هاوليك النظام اللي نمشوا عليه، ثم نروحوا لمرحله التعزيز، نكافئوه اذا كان قام بهذاك الشيء، نكافئوه، لانه الطفل اذا ما كافاتيش كافئوه، ممكن بهديه، ممكن بلبسه، ممكن اشياء اللي احنا شريناها له، ولكن نربطوها له لانه تصرف بطريقه سليمه وبطريقه اللي احنا درناها، اعطينا له التعليمه تاعها، فهو التزم بالتعليمه اللي عطيناها له، فنعززه، غرسنا له القيمه، ثم عززنا له القيمه، ومن بعد هذيك القيمه اللي احنا عززناها فيه نخلوه يتفاعل معها، مرحله التفاعل. فالتفاعل هو التطبيق لهذيك، معناتها يترجمها على شكل سلوكيات، هذاك القيمه اللي حبيت غرسها، ونبقى بطريقه مستمره نمارس نفس الشيء،
بطريقه مستمره وما منعيش ما نتعبش، لانه العمليه التربويه هي عمليه استمراريه وعمليه تفاعليه، هذا هو الاهم للمتابعه والاستمراريه. هذاك هو اللي يخرج لنا النتائج. اكيد استاذه، للاسف الحديث مهم جدا وشيق، لكن وصلنا لنهايه أكيد. هذه الفقره، اتمنى لك بدايه اسبوع موفقه، نهايه اسبوع موفقه. شكرا. يا ربي.